أسعد الله أوقاتكم متابعينا بكل خير، وأهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو الخاص بصفحتنا أوتوسكان الخاصة ببرمجة السيارات الحديثة وبرمجة المفاتيح. بداية راح يتم تنزيل محتويات خاصة بجهاز الـ FDI على قناتنا أوتوسكان. حيتم تنزيل أكثر من محتوى خاص بجهاز الـ FDI والحلقات الخاصة والدروس الخاصة بجهاز الـ FDI. هنقوم بوضع الروابط على قناتنا أوتوسكان وعلى صفحتنا الخاصة بمركز أوتوسكان الخاصة بالتدريب على برمجة السيارات الحديثة وبرمجة المفاتيح. لا تنسى دعمنا من خلال الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم برمجة السيارات الحديثة وبرمجة المفاتيح. جهاز الـ FDI ممتاز جدا في عملية برمجة السيارات عن طريق مدخل الـ UBD2، ويأتي معه مجموعة من الأدابتورات عبارة عن دنجل لبرمجة المفاتيح، جميع أنواع المفاتيح، مجموعة الكابل والوصلات لبرمجة الـ ECU، وبرمجة لوحات الكمبيوتر، وأيضا برمجة التشيب والمفاتيح الخاصة بالإيموبولات وبرمجة المفاتيح. هنقوم بوضع جميع الروابط على صفحتنا أوتوسكان الخاصة بمجال التدريب على برمجة السيارات الحديثة وبرمجة المفاتيح. انتظرونا على قناة أوتوسكان لتنزيل المحتويات الخاصة بجهاز الـ FDI لبرمجة السيارات الحديثة. كان معكم مهندس علي الجرو من مركز أوتوسكان.